أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، إليكم تفاصيل أخبار الفن. بمشاركة والدته يستعد الفنان المغربي زكريا الغافولي لطرح جديده الغنائي على قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات يوتيوب خلال الأيام القليلة. وكشف الغافولي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام عن تاريخ إصدار الأغنية بإضافة إلى قصة فيديو كليب. كتب الفنان المغربي: الأحباب أول عمل فني لبداية سنة 2022، فيديو كليب لأغنية بعنوان العشرين يوم السبت 8 يناير على قناتي الرسمية على اليوتيوب على الساعة 5 مساء. وأضاف الفيديو كليب: هو مستوحي من قصص واقعية عاشها مجموعة من الناس في بلاد المهجر، وشاركتني أمي الحبيبة في بعض لقطات الكليب.